الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وقفنا عند الحديث عن الصحابة. نحن تحدثنا قبل ذلك عن علم الجزاء والتعديل وما هي مراتب الجرح ومراتب التعديل. الآن لنتحدث عن الراوي الأعلى الذي هو الصحابي، وأهمية معرفة الصحابي، وكيف نعرف الصحابي إلى آخر ما هنالك. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضوان الله عليهم هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في نشر الدعوة وحمل أعبائها، ومن ثم لم يقع خلاف بين العلماء أن الوقوف على معرفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أوكد علم الخاصة وأرفع علم الخبر، وبه ساد أهل السير. نعم، نحن الآن الغرض من هذا الفصل هو أن نميز بين الصحابي وغيره، لأنه إذا ثبتت الصحبة ترتب عليها حكم، فكان أول واجب أن نميز الصحابي عن غيره حتى يأخذ كل ما يليق به من حكم. الصحابة عدول بتعديل الله لهم، يعني لا يحتاج من ثبتت صحبته إلى شهادة من سفيان أو من ابن معين أو غيرهما من أئمة الجرح والتعديل. لماذا؟ لأن الله شهد لهم. لكن القرآن لم يذكر أسماء الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أسماء الصحابة. فإذا نحن أمام حقيقة، وهي أن الصحابة عدول، يعني لا يبحث عنهم. لكن أمامنا أيضا مشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ أننا لا نعرف بالضبط أسماء الصحابة، فكان لابد من البحث عن أسمائهم حتى نعطي من ثبتت صحبته، أو نحكم على من ثبتت صحبته بالعدالة، خوفا من اختلاط الصحابي بمن ليس بصحابي. فإذا ثبتت صحبته حكمنا بعدالته، إذا لم تثبت صحبته بحثنا عن عدالته أو جرحه. واضح يا مشايخ؟ تفضل. وأصل الصحبة في اللغة يطلق على مجرد الصحبة دون اشتراط استمرارها طويلا، وعلى ذلك درج المحدثون. قال الحافظ ابن حجر: الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. فقوله من لقي يدخل في الصحابة من طالت مجالسته أو قصرت، ومن غزا أو لم يغزو، وقوله مؤمنا به خرج به من لقيه كافرا ثم أسلم بعد ذلك ولم يجتمع به صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام مثل رسول هرقل. من لقي إذن يكتفى بمجرد اللقيا، يكتفى بمجرد اللقيا على هذا التعريف. طيب، هذا اللقاء قد يكون دقيقة، وقد يكون يعني شهور وسنوات، فهي صحبة قد تكون طويلة إذا كان اللقاء طويلا، وصحبة قد تكون قصيرة إذا كان اللقاء قصيرا.
يخرج من قوله من لقي من آمن بالنبي حال حياته لكنه لم يلقه، مثل أصحمه ملك الحبشة، أصحمه ملك الحبشة آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان يعيش في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومات في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، فهذا رجل آمن بالنبي في حال حياته لكنه لم يلقه أبدا فلا يسمى صحابيا، بمعنى إذا جاءني حديث راويه أصحمه فلا بد من البحث، لا بد من البحث عنه، من الذي سمع منه أصحم الحديث، فربما سمع من صحابي وربما سمع من غير صحابي أيضا، واضح؟ إذن من لقي تخرج، من لم يلق وإن عاش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حال حياته ومات على الإسلام، يخرج أيضا من آمن بالنبي ثم كفر، ويخرج من لقي النبي كافرا، يعني أبو لهب لا يسمى صحابيا لأنه لقي النبي كافرا، ويخرج من آمن بالنبي في حال حياته وارتد لا يسمى صحابيا إلا إن عاد إلى الإسلام تعود له الصحبة، إلا إن عاد إلى الإسلام تعود له الصحبة، وهذا وقع، بعض الناس بعض الصحابة آمنوا ثم كفروا ثم عادوا إلى الإسلام في عهد عمر بن الخطاب. الصحيح الذي عليه العلماء أنه إذا ارتد ثم عاد تعود له الصحبة فيؤخذ ما رواه ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمعت رسول الله يقول كذا نصدقه ولا نكذبه. إذن حد الصحابي، تعريف الصحابي هذا مهم، لماذا؟ لأنه سيترتب عليه عمل، إما أن تصف صاحبه بالعدالة أو تبحث عنه إذا لم تثبت له الصحبة. من هو الصحابي؟ من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام. لقي النبي ولم يمت على الإسلام، أو لقي النبي مؤمنا به ثم كفر ثم مات على غير الإسلام لا يسمى صحابي، لم يلقى النبي لا يسمى صحابيا، وهكذا. أما الأصوليون فيراعي كثير منهم دلالة العرف في معنى الصحبة، فيطلقون اسم الصحابي على من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وكثرت مجالسته له على طريق التبع له والأخذ عنه، وهو مروي عن سعيد بن المسيب فقد كان يقول الصحابة لا نعدهم إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين. إذن عندنا الآن خلاف بين المحدثين والأصوليين، والأصوليون يا أيها الإخوة لهم نظر خاص في مسائل الحديث والتفسير واللغة، يعني الأصوليون رغم أن علم الأصول يستفيد من علم اللغة ومن علم الفقه ومن علوم القرآن ومن علوم الحديث، لكن الأصوليون لهم نظر خاص في هذه المسائل. فالأصولي تعريف الصحابي عنده
من طالت صحبته. المحدث يقول أنا يكفيني أنه لقي النبي ولو دقيقة، فهذه الدقيقة تكفي في تحديثه بحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علمت أنه حدث بحديث وعلمت أنه التقى بالنبي ولو دقيقة فهذا يكفي في إثبات الصحبة له. ثم يقولون أيضا إن أنوار النبي صلى الله عليه وسلم تعطيه هذه الصفة، يعني لا نقول إنه لقي النبي دقيقة فينبغي أن يحدث بحديث مدته دقيقة مثلا، لا نقول هكذا أيضا، بل نقول إن أنوار النبي صلى الله عليه وسلم تعمل فيه فتورثه صفة الصحبة. فإذا حدث بشيء لا يتوقع منه الكذب لأنه عدل بتعديل الله ورسوله. والعدالة ليست هي العصمة، فالعدالة معناها عدم الكذب فيما نسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. ما معنى عدالة الصحابة؟ أنهم لا يكذبون إذا حدثوا عن رسول الله، هذا معنى العدالة. طالب علم الحديث كأمثال حضراتكم عليه أن يجمع في قراءته وفي تحصيله بين نظر المحدثين للمسائل ونظر الأصوليين. وهناك كتاب مهم جمع بينهما ينبغي عليكم أن تروا هذا الكتاب وأن تقرأوا هذا الكتاب جيدا، وهذا الكتاب كان مقررا على الدراسات العليا في أصول الدين، اسمه توجيه النظر إلى أصول الأثر. توجيه النظر إلى أصول الأثر، هذا الكتاب ميزته أنه جمع مسائل علوم الحديث مازجا بين المحدثين والأصوليين. ولكن انتقد العلماء هذا القول بأنه يؤدي إلى إخراج أقوام وقع الاتفاق على اعتبارهم من الصحابة. قال ابن الصلاح: لكن في عبارته ضيق يوجب ألا يعد من الصحابة جرير بن عبد الله البجلي ومن شاركه في فقد ظاهر ما اشترطه فيهم ممن لا نعرف خلافا في عده من الصحابة. يعني إذا اشترطت طول الصحبة فهذا سيوقعك في مشكلة، وهي أن تخرج أقوام اتفق على صحبتهم. فهذا يدل على أن تعريف الأصوليين لا يمشي، ولذلك انتقده العلماء. طيب، وقد اختار أصحاب الحديث هذا التوسع نظرا إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم بركته التي تحصل للمؤمن إذا لقيه، فأعطوا كل من رآه صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حكم الصحبة. نعم، إذن المحدثون راعوا اللقاء، قالوا هذا يكفي للرواية، ونظروا إلى شيء آخر هو بركة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تحدث في النفس أثر، هذا الأثر به تتغير النفس ويهاب الإنسان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومعرفة الصحابة لها فوائد مهمة في الدين والعلم، منها أنهم هداة البشرية بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أمثلة تطبيق الدين، وسيرتهم
تملأ القلوب يقينا وتحث الهمم على الجهاد والعمل وتلهب الحماس في النفوس. نعم، الصحابة نعم. هم قدوتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم تربية النبي صلى الله عليه وسلم، فمعرفتهم مهمة في الدين. ثم من الناحية الحديثية، الشيخ ذكر فائدة واحدة فقط، الشيخ ذكر فائدة واحدة فقط، لكن فوائد معرفة الصحابة أكثر من ذلك، تعرفونها إن شاء الله عند ممارسة هذا العلم. هو اكتفى بأهم وأبرز الفوائد، وهي أن تعرف الحديث المرسل من غيره، أن تعرف الحديث المرسل من غيره. فإذا جاءك حديث عن فلان ثم علمت أنه صحابي، فإذا حديثه ليس مرسلا. علمت أنه تابعي، إذا حديثه مرسل. هذه فائدة ذكرنا نحن في بداية الحلقة. فائدة أخرى، وهي أن الصحابي لا يبحث عنه، غير الصحابي يبحث عنه. هذه فائدة أخرى من حيث الجرح والتعديل، والفوائد في هذا كثيرة. نعم، لذلك هناك كتب ومؤلفات خصت في معرفة الصحابة، أسد الغابة في تمييز الصحابة، الإصابة في معرفة الصحابة، وابن حزم أيضا له كتاب اسمه معرفة الصحابة. لماذا؟ لهذه الفوائد التي نذكرها. نعم، معرفة الحديث المرسل وتمييزه عن المنقطع والموصول، فإذا لم نعرف الناقل للحديث أهو صحابي أو ليس بصحابي لا يمكن لنا ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ المرة القادمة إن شاء الله من الضوابط التي بها يعرف الصحابي، كيف نعرف أن فلانا من الصحابة. سأضع لكم إن شاء الله كتاب توجيه النظر إلى أصول الأثر، هذا كتاب مهم ينبغي أن يكون عندكم وأن تطالعوه وأن تقرأوا فيه حتى تستفيدوا إن شاء الله. طيب، نلقاكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.